بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذنا إلى الحق المبين ومن عنا الباطل وإن كان لباس الباطل لبس لباس الحق فلا يخدعنا يا كريم يا عالم خلقك أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، لكن حقيقتهم هذه وما يزيدهم. ماذا يزيدهم ربنا هذا النزول وهذا التصريف؟ نراه بحول الله في الشريط الآتي بفضل الباقي سبحانه وتعالى.